السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ في الفيديو ده حابة اكلمكم فيه عن الرسم وعن التلوين، وخصوصا فن التلوين. انتشر في الفترة دي التلوين بشكل كبير، خصوصا بعد انتشار رسومات مانديلا. هي تعتبر رسومات صغيرة، تلوينها للكبار مش للصغيرين، يعني رسومات صغيرة جدا، بتبقى مثلا رسومات هندسية او اشكال او اشخاص. نزلت لكم بعض الرسومات عندي في البلوج، وده اشكال منهم. رسومات كتيرة جدا، سهل ان انتوا تحفظوها عندكم وتنزلوها وتطبعوها على ورقة تصوير عادي. الالوان اللي انت ممكن تستخدميها للتلوين دي لازم تكون الوان سنها رفيع. فالالوان اللي هتستخدميها الوان الستيدلر. الوان الستيدلر من الالوان الممتازه جدا، اللي ما بتطبعش من الورقه للناحيه الثانيه، سنها رفيع وسهل جدا تلويني بيها الرسومات دي، مش صعب ابدا. هيكون التلوين بيها سهل وهيكون دقيق جدا. لو انت حابه ان انت تلويني بالمساحات الكبيره مش من المساحات الصغيره، التلوين دلوقتي بقى مميز بشكل مختلف، ممكن على هيئه نجوم، على هيئة الدوائر، في اشكال تانية كتير ممكن تلوني بيها، مش مجرد ان انت بتعبي اللون وبس جوه المساحة اللي انت عايزة تلونيها. بيبقى التلوين شكله النهائي بيبقى حلو جدا. هكلمكم دلوقتي على الوان فابر كاستل. الالوان دي لما انا جبتها وما كنتش عارفة ان انا اعمل بيها، لان انا مش دايما بحب الوان الخشب، بس من بعد ما شفت السي دي بتاعها ده، حابة ان انا اشارك لكم ايه اللي انا شفته في السي دي وايه اللي انا ممكن ينفعكم ان انتوا تلونوا بيه. اول حاجة ان الالوان دي ممكن تلونوا بيها على ورق اسود، يعني ممكن تتلون على ورق اسود عادي جدا، مفيش اي حاجة. من مميز برضو من الالوان الخشب ان انت ممكن تدخلي كذا لون مع بعض، وممكن برضو تمسحي الالوان دي وتتعمليها كأنها مثلا اشعة شمس لو حابة ان انت ترسمي اشجار. الحلو برضو في الوان الخشب ان انت ممكن تعملي حاجات كتيرة جدا بيها، ودي فكرة من الافكار اللي موجودة في السي دي اللي انا حابة اشارككم بيها. ممكن تجيبي ورق مقطع عادي وبعدين تحطيه تحت الصورة اللي انت بتلونيها وتلوني اللوحة زي ما انت شايفة في الصورة، فبيطلع الورق اللي تحت شكله مطبوع على الصورة نفسها. ممكن تجيبي النشارة بتاعة الإليما، او ممكن تجيبي ملح او رملة وبرضو تطبع على الشكل، فبتعمل لك شكل مختلف والتلوين فيها بيبقى شكله مميز. من الحاجات برضو اللي انت ممكن تستخدميها في التلوين، ان انت ممكن برضو زي في الدفاتر في بلاستيك بيبقى مضلع، فممكن برضو ان انت تستخدميها في الرسم. ممكن تجيبي برضو مفارش اللي هي البلاستيك اللي فيها ورد بارز، وتشفي منها الورد البارز، فهيطلع شكله بارز في الورقة، فهيبقى شكله حلو جدا في التلوين، وهيبقى التلوين شكله مختلف وشكله جديد زي ما انت شايفة كده في الفيديو. ممكن برضو تجيبي الشبك ده وتحطيه وتلوني فوقيه. في فكرة برضو تانية، تحبي ان انت تعملي كونتورنج للبشرة، لو بتحبي ترسمي اشخاص ممكن تجيبي الصنفرة بتاعت البيبان وتعمليها للوش، ساعتها بيبقى اللون شكله متدرج وبيبقى شكله جميل جدا وفي التلوين، وبيبقى سهل جدا ان انت تعمليه، وبيطلع شكل اللون نفسه مش كله لون واحد، لا بيبقى اللون عامل زي الكونتورنج. في طريقة تلوين تانية، طريقة الهاشتاج، تعملي كام هاشتاج كده جنب بعضها في الاخر، بيخلي شكل الصورة حلو جدا والتلوين فيها بيبقى مميز. بتدخلي اكتر من لون من بعضه وبتلوني عن طريق الهاشتاج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتدخلي اكتر من لون وبتعملي الخطوط زي ما انت عاوزة، وبيطلع شكل اللوحة حلو جدا ومميز وشكلها مختلف. ممكن برضو الحاجات دي تبقى حلوة للأطفال، لما تحبي انتي مثلا تعلميهم الرسم، ان هما ممكن يستفيدوا من الباري بتاع القلمة، ان هما ممكن تجيبي لزق وتعملي شجر او تعملي اي اشكال وبتلزقي قدامهم، وتبقى فكرة حلوة هما ممكن يعملوها. حلو برضو في الوان فابر كاستال اللي هي انتي ممكن تستخدميها كأنها الوان مية بسفنجة، بتاخدي اللون وتكوني رسمها على ورقة وبعد كده تعمليها. وممكن برضو بعد ما تلوني عادي بتجيبي فرشة تلوين وتحطيها في مية وبعدين تلوني بيها، فبيبقى اللون بالظبط كأنك عاملاه بالألوان المية.
اخر جزء حابه اكلمكم فيه هو جزء الابليكيشنز. ممكن تنزلي ابليكيشن اللي هي فيها الرسومات الماندلا او الرسومات التانية اللي هي نازله جديد. جبت لكم 3 ابليكيشن وحابه ان انا اكلمكم عنها. في الابليكيشن الاولانيه دي فيها الرسومات الماندلا كتير والتلوين فيها سهل جدا زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو. تختاري برضو اللون اللي انت عاوزاه وبتبداي تلوني الصوره. والحلو في الابليكيشن ان انت ممكن تلونيها اي وقت وفي اي مكان، مش محتاجه ادوات، مش محتاجه كراسه رسم، للي حابب ان هو ينزلها عنده في الموبايل. في ابليكيشن تانية برضو حلوه جدا الابليكيشن دي اللي فيها كذا نوع من الرسومات، برضو بتختاري اشكال حيوانات او ورد او فراشات وتلونيها فبتبقى سهله جدا. برضو بتكبري الصوره وبتصغريها زي ما انت عاوزه، وبرضو في اختياراتك للالوان بتبقى كتير، ولما بتيجي تختاري اي لون بيطلع اللون التدريجته فوق. يعني مثلا لما تختاري لون تاني بيطلع لك اللون فوق بدرجاته كلها عشان لما تستخدميها. سهلة جدا ان انت تلوني بيها، مش صعب، ويعتبر برضو مسلي جدا في وقت فراغ. اخر ابلكيشن حابه اكلمكم فيها هي ممكن تكون من احلى الابلكيشنز اللي ممكن تنزليها. ده بيبقى رسومات فيها اصعب شويه وفيها رسومات وشوش اشخاص. ده اللي عجبني فيها، بتبقى ادق شويه والرسومات فيها بتبقى اصغر، فحابه اوريكم برضو فيها انت ازاي ممكن تستخدميها. برضو بتكبري وبتصغري زي ما انت عاوزه. التلاتة الابلكيشن فيهم نفس المميزات، برضو اختياراتك الالوان فيهم برضو بتبقى كتير، بتختاري الالوان اللي انت عاوزاها وبتبدأي تلوني زي ما انت عاوزة. وممكن برضو لو انت في يعني غلطتي ممكن ترجعي تاني وتلوني من اول وجديد، الموضوع مش صعب فيها ابدا. بس وكده ان انا اقدر اقول لكم ان انا كده ساعدتكم على قد ما اقدر. دول الثلاثة الابليكيشن ده اساميهم ودي اشكالهم، وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، واتمنى اكون ان انا ساعدتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني قريب. ومع السلامة.